زي ما احنا متعودين طبعا في الحصاد بنبدأ بمجموعة من الأخبار. أول خبر عندنا النهاردة قمة أفريقية مصغرة لبحث أزمة سد النهضة. عقد قادة مصر والسودان وأثيوبيا قمة أفريقية مصغرة اليوم الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي بعد انتهاء 11 يوم من المباحثات الفنية والقانونية من دون التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة. وضمت القمة قادة الدول الثلاث إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إضافة إلى 5 مراقبين من الاتحاد. يعني هو ما فيش اختلاف في وجهات نظر الدول الثلاث لأنه طبعا موقف مصر والسودان موقف واحد، لكن المشكلة الحقيقة في الموقف الأثيوبي اللي هو دايما متعنت ومصر على أنه يبدأ في ملء السد دون النظر للدواعي السلبية اللي ممكن تلحق بدولتي المصب السودان ومصر. ويمكن زي ما قال السيد الرئيس أكثر من مرة أن احنا لسنا ضد التنمية في أثيوبيا، بالعكس احنا بنشجع التنمية في أثيوبيا وبنشجع التنمية في كل الدول الأفريقية، ولكن مش ممكن ده يكون على حساب طبعا المورد المائي الوحيد لجمهورية مصر العربية. طبعا أثيوبيا وزي ما احنا قلنا قبل كده وكان في مداخلات في يعني في هذا الموضوع وعندنا ضيوف اتكلموا في هذا الموضوع ومعالي رئيس معالي وزير الموارد المائية والري وضح أكثر من مرة أن أثيوبيا عندها موارد كثيرة جدا للمياه، لكن احنا في مصر ما عندناش غير هو المورد واحد فقط اللي هو نهر النيل وبتقوم عليه كل الحياة وطبعا أهمها الزراعة. وبالرغم أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب وهي لم تزد على الإطلاق منذ عشرات السنين، وده طبعا أمر غير منطقي وغير معقول لأن احنا عندنا زيادة سكانية تصل 2.5 مليون نسمة سنويا، عندنا زيادة في استصلاح الأراضي، محتاجين الحقيقة يزيد هذا المورد المائي. لكن كمان أثيوبيا للأسف عاوزة تعمل مشكلة وما يبقى يعني ما نوصلش حتى لهذا الرقم وتبدأ في ملء سد النهضة، وده طبعا ده لو حصل هيأثر تأثير سلبي الحقيقة على دولتي المصب السودان ومصر. وطبعا احنا مطمئنين ان ملف سد النهضة الحقيقة في أيدي القيادة السياسية ومطمئنين تماما انه لا يمكن ان يتم المساس بحصة مصر المائية اللي هي تعتبر بسيطة جدا ولا تتناسب مع عدد السكان وبرامج التنمية الموجودة في مصر. أنا بقول مرة تانية والسيد الرئيس وضح أكثر من مرة إن إحنا ما عندناش أي مشكلة في التنمية في أثيوبيا، بالعكس إحنا نساعد أثيوبيا في كل أوجه التنمية لأننا نملك من الخبرات ونملك من الحقيقة العلماء في جميع المجالات اللي هم ممكن يساعدوا أثيوبيا في كل هذه المجالات، ولكن لا يكون على حساب المورد المائي الوحيد لمصر. ونتمنى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وطبعا إحنا أشقاء ولا نتمنى على الإطلاق أن تصل الخلافات إلى نقطة اللا عودة، يعني نستمر في المباحثات حتى يتم حل هذه المشكلة. الخبر الثاني، رئيس الوزراء يتفقد مشروع الصوب الزراعية بسانت كاترين. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم منطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين حيث تفقد عددا من الصوب الزراعية في هذه المنطقة واستمع إلى شرح حول هذا المشروع الزراعي المتكامل. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المشروع يهدف إلى دعم المجتمعات البدوية بسانت كاترين لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التأكيد على الترابط بين الماء والغذاء والطاقة. وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية بمنطقة الزيتونة يتم تنفيذه بمنحة من برنامج الأغذية العالمي
التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتقوم بتنفيذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بقيمة 200,000 دولار. وتم التنويه إلى أن المشروع يضم 5 صوبات زراعية بمساحة 9 أمتار في 40 متر، بجانبها بحيرة تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية سعة 200,000 متر مكعب، وتستهدف الانتاج الزراعي وتدريب المستفيدين من أهالي سانت كاترين من المزارعين والبدو على طرق الزراعة والحصاد والتعبئة والتسويق. ويضم المشروع الزراعي المتكامل أيضا إنشاء بحيرات جبلية جديدة عددها 24 بحيرة لحصاد مياه الأمطار والسيول، بالإضافة إلى شحن الآبار الجوفية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات الصوب الزراعية والاستصلاح الزراعي في تحقيق أهداف التنمية من خلال الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المنطقة من التربة والمناخ في إنتاج أصناف زراعية متميزة، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة وزيادة قدرتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل مع الزراعة مثل التعبئة والتسويق. طبعا موضوع الصوب الزراعية الحقيقة ده من المشروعات المهمة جدا، ويمكن احنا عندنا مشروع قومي خاص بالصوب الزراعية اللي هو 100,000 فدان صوب زراعية. وطبعا حضراتكم عارفين ان الصوب الزراعية الحقيقة لها مزايا عديدة، اهم ميزة توفير مياه الري بنسبة تصل حوالي 40%، كمان زيادة الانتاج من هذه الصوب بنسبة تتعدى 50%، انتاج محاصيل او نباتات في اوقات غير موسمها، وطبعا دوت نتيجة التحكم في الظروف البيئية داخل الصوبة، علاوة على ان هي بتنتج محصول الحقيقة متميز. كمان ما فيش اسراف في استخدام المبيدات، ما فيش اسراف في استخدام الاسمدة، طبعا بالاضافة للانتاج العالي والوفير، فده شيء الحقيقة جيد. وعلشان كده عندنا المشروع القومي للصوب الزراعية اللي هو 100,000 فدان صوب زراعية علشان تساهم في زيادة الانتاج الزراعي، وهو ده اللي احنا بنسميه الحقيقة التوسع الرأسي، لانه احنا طبعا التوسع الافقي معناه انك انت تستصلح اراضي جديدة للزراعة، وطبعا محتاجة عشان تعمل ده محتاج امكانيات، محتاج اهم عنصر اللي هو المية علشان يبقى تقدر انك انت تستصلح اراضي جديدة. لكن الصوب الزراعية الحقيقة من اهم ميزة او اهم مميزاتها ان هي بتوفر في مياه الري، وبالتالي بيبقى عندك قدرة انك انت بهذه الصوب تزود الانتاج الزراعي. الخبر التالي، حكم نهائي، الإدارية العليا تؤيد إجراء انتخابات الشيوخ في موعدها. أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا بعدم قبول الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لرفعه بعد الميعاد. وكانت الدعوة التي تم رفعها استندت إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين، فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق مؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك لحين صدور إشعار آخر. يعني طبعا الدعوة دي تم رفعها بحجة أنه طبعا الدولة بتعيش ظروف استثنائية وعندنا إجراءات احترازية، فكان الحكم يعني كانت الدعوة دي مرفوعة علشان يتم تأجيل الانتخابات. طيب معانا مداخلة للتعليق على هذا الخبر الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. ألو يعني يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك ناجي بيه.
تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. تعليق حضرتك على حكم الإدارية العليا. والله حكم الإدارية العليا هو يعني جاء مؤيدا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد جدول زمني انتخابات مجلس الشيوخ. وهذا الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ هو جاء نتيجة جاء يعني تطبيقا للدستور، يعني أن انتخابات مجلس الشيوخ تعلو على أي إجراءات أخرى من ممكن أن تبذل، طبعا لأنها استحقاق دستوري. التعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور يناير على دستور يناير على دستور يناير عام الماضي 2019 أعادت مرة أخرى الغرفة الثانية للمجلس للهيئة التشريعية تحت مسمى مجلس الشيوخ. وهذه الغرفة تم الانتهاء من الموافقة من موافقة البرلمان على قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ. تمام. وبالتالي أصبح على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجري طبقا لهاتين القانونين جدول زمني لإجراء الانتخابات من فتح باب الترشح وغلق باب الترشح وفتح باب الطعون، ثم تحديد يومي التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج والمصريين في الداخل. هذه الإجراءات التي تمت هي إجراءات دستورية تماما وطبقا لصلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية. طيب استسمح حضرتك أستاذ ناجي، يعني خليك نعم. معايا على الهاتف لأنه معايا الأستاذ علي سلمان الخبير القانوني، نشوف رأيه الحقيقة أيضا في هذا الخبر. ألو؟ نعم. ايوه يا فندم. استاذ علي ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. النهارده كان في حكم نهائي من الاداريه العليا بيؤيد اجراء انتخابات الشيوخ في موعدها، لان طبعا كان في دعوه مرفوعه على اساس ان الدوله بتعيش ظروف استثنائيه متعلقه بفيروس كورونا، وطبعا ممنوع تجمعات، ممنوع يعني ناس تنتقل باعداد كبيره من محافظه الى اخرى، ولكن طبعا صدر الحكم بيؤيد باجراء الانتخابات. تعليق حضرتك على هذا الخبر. هو طبعا بداية يا دكتور الأحكام بتبقى أحكام كاشفة ولا معقب عليها، لأن المفروض أن الأحكام القضائية أيا كان سواء من الإدارية العليا أو من محكمة النقض أو من القضاء المدني أو الجنائي لا معقب عليها على اعتبار أنها بتعتبر عنوان الحقيقة. فالنهاردة المفروض أنه ده كان في شق مستعجل النهاردة للنظر في الطعن في الإدارية العليا، والمحكمة طبعا قالت والله أني ممكن اقدر ان انا اعمل واجري انتخابات على اساس هي شايفه، وطبعا جالها من وزاره الصحه ما يفيد يمكن الوضع العام الصحي ايه، وزائد ان الامور بصفه عامه دلوقتي بقت على المستوى العام يمكن الاجراءات الاحترازيه بدا الوعي شويه بقى اكثر شويه عند الناس، وان السيد المستشار رئيس اللجنه العليا للانتخابات كان قال بعض الاجراءات الخاصه بالعمليات اجراء العمليه سواء في الداخل او في الخارج في بدايه اغسطس 9 و10 و11 و12 من اغسطس القادم. وبعدين ده طبعا الكلام ده كله جه سعادتك بعد التعديلات الدستوريه اللي قالت والله انه المسمى بتاع الشورى هيبقى مجلس الشيوخ، فبالتالي ده لابد، ودي طبعا بيحكمها اجراءات دستوريه واجراءات قانونيه، فما ينفعش باي حال من احوال التاجيل. يعني أنا عندي يمكن مجلس نواب هيبقى في 11 بعد 60 يوم أفتح باب ترشيح، فبالتالي الإجراءات القانونية دي يا دكتور المفروض عدم العبث بها أيا كان الوضع إيه. وأنا شايف إحنا كان عندنا بالأمس القريب وانتهى النهاردة الثانوية العامة كان ما يقرب من 3/4 مليون طالب وطالبة. برافو، يعني دي نقطة مهمة رغم أن كان في تخوف وبتاع، ولكن الحمد لله عدت الثانوية العامة بالضبط سعادتك، والحمد لله الامور مرت بسلام وكده، واحنا بفضل الله الوعي انا شايفه بقى افضل خلال الفتره. طيب خليك معايا يا استاذ علي ناجي بيه. ايوه فندم. حضرتك تتوقع انه فعلا المواطنين يكونوا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه اثناء يعني التصويت؟ لا، هو المواطنين ملتزمين. الشعب المصري صعب، الشعب المصري اصبح لديه خبره كبيره جدا زي ما قال الاستاذ علي في التعامل مع جائحة كورونا والتعاطي معها، وإنه خير المثال اللي قاله الأستاذ علي إن 3/4 مليون طالب في الثانوية العامة وبالملاحظين والمراقبين ومدير اللجان انتهوا من امتحانات الثانوية العامة ولم يحدث ما يعكر صوت سير الامتحانات، وبالتالي الانتخابات سوف تجرى وسوف يكون هناك حرص من الشعب على اتباع الإجراءات الاحترازية واتباع الاجتماعي
وايضا سوف يكون هناك حرص من المرشحين على عدم استخدام المؤتمرات زاد السلطات وزاد الاعداد الكبيره، ولكن عليهم ان هم يعني يبتكروا وسائل اخرى للدعايه وليكن على ادوات وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الملصقات واللافتات، ويقللوا الى حد كبير من مساله التصافح والعناق واقامه مؤتمرات ضخمه. طبعا هيبقى صعب جدا اقامه مؤتمرات. هل تتوقع يا استاذ ناجي ان يكون في اقبال من المواطنين على انتخابات مجلس الشيوخ؟ لا، انا اتوقع ان يكون الاقبال اقل من المتوسط، لان اولا انتخابات مجلس الشيوخ القوائم قسمت لصالح القائمه الوطنيه الموحده، نجحت بالتزكيه وعايزه بس 5% من مجموع اصوات الناخبين، والانتخابات الفردي في مجلس الشيوخ يعني التنافس فيها ليس كبيرا، وبالتالي كل هذه العوامل تؤدي الى ان يكون حماس الناخبين ليس كبير، ولكن في كل الاحوال الجماهير سوف تخرج والناخبين سوف يذهبون الى لجان التصويت لانتخاب مرشحينهم الفردي في مجلس الشيوخ باذن الله. طيب استاذ علي، حضرتك معايا طبعا. اتفضل يا فندم. يعني الاستاذ ناجي طبعا بيقول انتخابات يعني مش هيكون عليها اقبال في مجلس الشيوخ، يعني يمكن زي ما احنا متعودين مجلس الشورى قبل كده. ايه الوسيله اللي نخلي الناس فعلا تنزل في مجلس الشيوخ؟ لان ده مجلس مهم يا جماعه، مجلس مهم جدا، لانه هو اللي على عاتقه مناقشه كل القوانين اللي هتروح مجلس النواب علشان يطلع عندي قانون سليم وما فيهوش اي طعون ويتناسب مع احتياجات المصريين. على فكره دكتور، احنا عندنا اكتر من ملحوظه بالنسبه لانتخابات الشيوخ. اولا طبعا هو لسه احنا من حوالي 70 80 سنه الحياه النيابيه كانت موجوده من حوالي 100 سنه، كان فيها مجلس الشيوخ والنواب، وبعدين اتعدل الدستور 71 وما بعده علشان تبقى الشورى، ثم دلوقتي مجلس الشيوخ. حتى لما قال لي سعادتك دلوقتي مين اللي يقدم مؤهلاته، كان الاول يقول لي على الاقل اعداديه، ده في الصوره. النهارده على الاقل لابد يكون، يعني ايه شيوخ؟ يعني شيوخ في مهنتهم، يعني شيوخ في المحاماه والقانون، يعني شيوخ في الصناعه، يعني شيوخ في الهندسه، يعني شيوخ في الطب، خبراء يبقوا قامه وقيمه زي الاستاذ ناجي الشهابي كده، راجل محترم وراجل قدير وقديم، وبنهتدي بيه وبامثاله كتير، وده موجود الحقيقه في الساحه السياسيه كتير يعني. فلابد، انا الحقيقه ده مجلس مهم جدا، اذا كان النواب مهم لا يقل اهميه مجلس الشيوخ الحقيقه. ليه؟ ده هيرسم سياسه عامه للدوله، ده هيبقى مجلس استرشادي للنواحي القانونيه والسياسيه طبعاً والدستوريه طبعاً والاستراتيجيه طبعاً. ده مجلس هام للغايه، ولازم افرق بين اختصاصاته وممثليه عن مجلس الشورى. الشورى كان ممكن واحد معاه عدديه لا مؤاخذه يخش. النهارده لابد يكون راجل مؤهل عالي على الاقل، وبعدين يقدم لي السيره الذاتيه بتاعته، انت النهارده كنت شغال فين وبتعمل ايه ومؤهلاتك ايه ودراساتك ايه والماضي بتاعك والتاريخ وكذا. فالموضوع من الناحيه السياسيه مهم جدا يا دكتور الحقيقه. اكيد. ولابد ان احنا نهتم بالغرفه الثانيه التشريعيه. ما هو انا علشان كده يا استاذ علي، يعني السؤال ده بوجهه لحضرتك وبوجهه للاستاذ ناجي ايضا، ايه الوسيله اللي نخلي الناس تنزل علشان اهميه هذا المجلس؟ طيب الحقيقه دكتور معلش، عامل الوقت ده بيبقى مهم جدا في كل حاجه، ولا سيما في الانتخابات. احنا النهارده في ظل جائحه الكورونا الحقيقه انا بلتمس العذر للدوله طيب الخط يبدو قطع. استاذ ناجي حضرتك معايا؟ ايوه معاك يا فندم. ايه الوسيله اخلي الناس تنزل ازاي وباعداد مقبوله؟ مش عاوز اقول باعداد كبيره، لكن باعداد مقبوله. يعني قدامنا حوالي ثلاث وسائل. الوسيله الاولى الاعلام المصري، سواء كان اعلام فضائي او اعلام مسموع او اعلام مكتوب، عليها انها تقوم بدورها ورسالتها تجاه حث الناخبين على الاهتمام بمجلس الشيوخ وفحص السير الذاتيه للمرشحين والذهاب الى صناديق الاقتراع لكي يختاروا من يرونهم جديرين بتمثيلهم. لما اثنين على المرشحين نفسهم ان هم يبذلوا مجهود كبير جدا في الاتصال بالناخبين عن طريق ادوات التواصل الاجتماعي او عن طريق البيانات او الملصقات او اللافتات، بحيث ايضا تحثهم على المشاركه. ثم العامل الثالث هو الناخب نفسه. الناخب نفسه عليه زي ما سيادتك ما قلت
ان هو يؤمن بان مجلس الشيوخ مهم جدا تمام في دفع العمل التشريعي والرقابي للامام، وانه غرفه مهمه جدا في تنقيط القوانين ومناقشة قضايا مهمة جدا طبق لاختصاصات مجلس الشيوخ، وعليه ان هو فعلا يدقق في الاختيار، وعليه ان هو يختار من يمثله تمثيلا صحيحا ويكون جديرا بثقته تحت قبة مجلس الشيوخ. وبالتالي لو احنا الاعلام مع المرشح مع الناخب لو الثلاثة تعاونوا معا اعتقد من الممكن ان نشهد اقبال متوسط على صناديق الاقتراع. نتمنى. وطبعا الاعلام زي ما حضرتك قلت، وايضا يعني برضو حضراتكم ليكوا دور، يعني حضرتك كراجل سياسي قديم ورئيس حزب المفروض برضو حضرتك توضح ده في وسائل الاعلام المختلفه وفي لقاءات تلفزيونيه مختلفه، وحضرتك يمكن شرفتنا في هذا البرنامج قبل ذلك، يعني لان ده مهم جدا. اكيد طبعا، وخاصه ان احنا المرشحين على المقاعد الفرديه هنجوب مصر كلها من اقصاها الى اقصاها مع مرشحينا ونقدمهم للجماهير بشكل جيد، ونطالب الجماهير بانهم يعني يذهبوا فرادى وجماعات يومي التصويت لكي يختاروا ممثلهم في مجلس الشيوخ. تمام. طيب استاذ علي رجع لنا تاني. استاذ علي حضرتك معايا؟ اتفضل يا فندم. يمكن الاستاذ ناجي الشهابي طبعا وضح، قال ان الاعلام دوره مهم جدا علشان يحفز المواطنين للنزول في انتخابات مجلس الشيوخ. راي حضرتك ايه؟ الحقيقه دكتور الدور الاعلامي كان ضعيف للاسف في اني انا اعمل دعايه كافيه لمجلس الشيوخ واختصاصاته وترشيحاته والمهام المقوله اليه، لان هو جه حضرتك بعد ما كان الدستور اتغير وتم تعديله والغرفه اصبحت من شورى الى مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ ده قلنا ان هو غير مجلس الشورى نهائي، فبالتالي كان يجب الدعايه الكبيره قوي ليه والدعايه الوافيه الشافيه الكافيه ليه علشان اعرف الناخب بالظبط اختصاصاته ومهامه. النهارده هو هيرسم لي سياسه تشريعيه وسياسيه ويبقى له قرار في الناحيه الاستراتيجيه للدوله، يعني اذا كان القياده السياسيه ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، النهارده انا قدام غرفه مهمه للغايه بتساعد مجلس النواب وبتقدم الاسترشاد للقياده السياسيه وبيحال اليه قوانين ويوافق على قوانين ويدرس قوانين، فبالتالي كان يجب هو الحظ ان جه الانتخابات يا دكتور اللي يمضي في ظل جائحه الكورونا ويمكن بعض شويه الاجراءات الاحترازيه والوعي شويه وعدم الدعايه الكافيه للانتخابات، فهي اللي ادت الى زي الاستاذ ناجي ما قال الاقبال هيبقى ضعيف. احنا مش هنقول يعني نتمنى الحقيقه الاعلام يقوم بدوره يا استاذ علي، وانا يعني في الفتره اللي جايه لازم ان شاء الله. ويعني طبعا انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ علي سلمان الخبير القانوني، وبشكر ايضا الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بشكركم جدا على هذا التوضيح. لكن بصراحه انا شايف ان الاعلام دوره ضعيف، انا مش شايف اي بوستر في الشارع المصري بينوه على انه في عندنا انتخابات قادمه لمجلس الشيوخ، وانا باكد لحضراتكم بعض المواطنين ما عندهمش فكره على الاطلاق ان في انتخابات لمجلس الشيوخ، لان مش كل الناس الحقيقه بتتابع البرامج التلفزيونيه، مش كل الناس بتتابع القنوات، مش كل الناس حتى بتتابع نشره الاخبار. ده مهم جدا. فاصل قصير وارجع لحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل ونستكمل الفقرة الإخبارية. الخبر التالي خاص طبعا بالمعاشات، صرف معاشات أغسطس الخميس القادم بمناسبة عيد الأضحى. صرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تكرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات. وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصرف الآلي ATM،
ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم. أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي: الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد. ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد. طبعا يعني كل عام وحضراتكم جميعا بخير. الخبر التالي: وزير الزراعة والقوى العاملة يبحثان آليات رعاية العمالة غير المنتظمة. التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بديوان عام وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث ووضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة على مستوى الوزارات المعنية. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية. في بداية اللقاء رحب القصير بوزير القوى العاملة وأثنى على الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التي يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة. من جانبه أوضح وزير القوى العاملة أن اهتمام الوزارة ومدرياتها على مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أي جهة في مختلف قطاعات الدولة والتي وفي قطاع الزراعة والصيد لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية باعتبارها الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدا أن حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتي لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التي تعمل في تلك القطاعات. الحقيقة خبر مهم جدا لأنه طبعا العمالة غير المنتظمة موجودة عندنا الحقيقة في وزارة الزراعة وأعدادهم كبيرة جدا، ودي فئة فعلا تستحق الرعاية وتستحق أن يكون لها دخل تقريبا ثابت، لأن دول العمالة بتشتغل بشكل يومي، وإحنا عارفين أنه قطاع الزراعة من القطاعات اللي فيه أيدي عاملة كثيرة بتعمل في هذا القطاع. لكن المهم زي ما وضح الحقيقة وزير القوى العاملة أنه قاعدة البيانات مهمة قوي، أن يكون في قاعدة بيانات بتوضح أعداد هذه العمالة في مختلف المحافظات. الخبر التالي: بدء الدراسة في الجامعات 17 أكتوبر واختبارات القدرات لطلبة الثانوية 8 أغسطس. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها
اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة. على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات. وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020-2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعا، تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20/2/2021 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهي في الخميس 10 يونيو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021 وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. طبعا كويس انه الخطة الزمنية المتعلقة بالدراسة في الجامعات موضوعة ومعروفة من دلوقتي، لكن طبيعة الدراسة وطبيعة الامتحانات طبعا زي ما قال الخبر هتكون يعني وفقا لطبيعة كل كلية والظروف الاستثنائية اللي احنا طبعا عايشينها. بكده انتهت الفقرة الإخبارية. النهاردة عندنا الحقيقة فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن تحديات صناعة الدواجن في مصر، والفقرة الثانية هنتكلم فيها عن مخاطر الفيروسات على الإنتاج الزراعي. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم الفقرة الحوارية الأولى المتعلقة بتحديات صناعة الدواجن في مصر، وهيكون ضيفي في هذه الفقرة الدكتور أحمد شوقي الباحث بمعهد صحة الحيوان بعد هذا الفاصل.